الاغتصاب بصير ورا البواب المسكرة. أنا اغتصبت من شخص بعيط له أبونا. انه من انا وصغيره كل العالم يقولوا لي نيالك لانه خالك منصور لبكي، بير منصور لبكي وقتها كان خوري. الطريقه اللي يحضنني فيها يغمرني ويشدني كتير كتير على جسمه تيحس صدري على صدره على جسمه ويشدني كتير 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 هيك تيحس كل شيء يعني. وبعدين يجبرني بوسه على يلي يبوسني على تمي جبرني. صار الاغتصاب وقتها تقول تأحكي تخبر حدا كان عائلتي وكان المجتمع حدا بلبنان كانت مستحيل. اولا هو منصور لبكي وانا سلست عيني. لما الملام مثلكم مثله لانكم ما بنسمح لك هذا التعميم جو ما بنقبل فيه. شركاء بالاجرام ما بنسمح لك مدام مجرمين. انت مجرمة ما فيك ما تسمح لي. صار عم بيحضر الطريق بمفهومه وبمعرفته وأنا بدي يكون بي لإليك والبي بيعامل بنته بطريقة كتير حنونة وما تفكري أنه رح يصير شي بيناتنا وما تعطلي هم وأنا بتفهمك. شفته تقريباً بظرف سنتين شي 10 مرات يعني، وكل مرة كان في طلب جنسي كان في خدمة جنسية هو عم بيطلبها. ولا مرة إجا منصور لبكي على البيت كرمال الزيارة إلا أول مرة. كنت بس عم بعيش الخبرة السيئة جداً بس ما كنت بعرف حط لها كلام، ما كنت بعرف عبر عن معنى الأشياء النفسية والجسدية يلي كنت أنا عم بعيشها. كل ضحية من ضحايا استغل الاعتراف، استغل نقطة ضعفها، استغل شو هاللي بيعملها كمان فينرابل أكتر من ما هي. ليش أنا كنت مصرة أنه منصور لبكي يتجرد من كهنوته؟ لأنه الكهنوت بلبنان هو قدسية، هو حماية، هو كناية عن قوة، عن باور. مين بيسترجي يقرب على الكاهن؟ الكنيسي قالت لي انت مش هوري هلا بطيعه، مع انه ولا ممكن امن انه معها ولا ممكن. كان عمري 14 وهلا عمري 59. كل هالسنين يعني حاسه بعد ما عشت حياتي شخصية. منصور لبكي المجرم المتحرش الجنسي ما قال آخر كلمة على حياتي.